اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل يا حبيبي اتفضل. هي ايه دي؟ ايوه اللي في ايدك دي حاجه بسيطه كده يا عم. بص بقى يا حبيبي، احنا بنشتري الراجل وقدم 100,000 جنيه، فرح 50,000 جنيه، شبكه 60,000 جنيه. اهلا وسهلا يا حبيبي اتفضل يا حبيبي اتفضل. هي ايه دي؟ ايوه اللي في ايدك دي حاجه بسيطه كده يا عم. بص بقى يا حبيبي، احنا بنشتري الراجل وقدم 100,000 جنيه، فرح 50,000 جنيه، شبكه 60,000 جنيه، 3 تكييفات 70,000 جنيه، 50,000 جنيه، والمؤخر 1,000,000 جنيه بس يا حبيبي. انت قلت لي بقى انت بتشتغل ايه؟ يا عم مش هنقولك. 1,000,000 جنيه بس، وانا معايا 10 جنيه. ما تتكلم عادي اليوم. مقدم 100,000 جنيه، هو انا جاي اتجوز انجليكا جوليا؟ اطلع بره بيتي يا كلب، سيب الابيض يا عمي. مش هسيبه بره بيتي يا كلب. والله هتندم انك ما جوزتهاليش يا عم. اطلع بره بيتي يا كلب يا حيوان. احنا ماشيين مع بعض بقالنا 5 سنين والمنطقه كلها عارفه. بره قد بدل ما عمل. والله هتندم عمي.